بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومستمعينا أينما كنتم أهلا ومرحبا بحضراتكم، متواصلين معكم في هذه الأمسية التراثية التي تجمعنا بحضراتكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي. هذا هو شوطنا الثالث، تمت انطلاقة قبل لحظات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وعلى رأسها نشكرهم ونشكر رئيس اللجنة المنظمة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، كما نشكر نائب عبد الله بن محمد الكواري، والشكر موصول لمدير عام اللجنة مبارك بن محمد النعيمي وجميع الإخوة العاملين في هذه اللجنة خلف هذه الانطلاقات السلسة والمميزة، نشكرهم جزيل الشكر. أيها الإخوة الأفاضل، شوطنا الثالث ضمن هذه الأشواط المسائية هو من تشاهدون على شاشة قناة الريان. نتعرف وإياكم على ما يحدث وما يسير. البداية والمقدمة مشاهدين قناة الريان مع نوف. نوف هي من تتواجد على المركز الأول، نوف هي من تسيطر على مقدمة هذا الشوط. تعود ملكية نوف لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني التضمير مع حمد بن عايض بن حنزاب. ننتقل للمركز الثاني ومن تتواجد سحابة، هذه سحابة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني فهيد بن علي بن سلعان، من يقودها مضمرا. بينما ننتقل إلى المركز الثالث ومن تتواجد على ثالث المراكز، هذه مدى، مدى تعود ملكية مدى لهجن الشحانية تضميرها مع جابر بن سالم بن فاران. ننتقل للمركز الرابع، هذا هو الشعار الغرفاوي يصل مع الضي أو مع ضي، هذه ضي تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني التضمير مع المدهش سالم بن عامر المدهوشي. ننتقل للمركز الخامس، خامسا الوصول والتقدم من الكايدة تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها مع سالم بن جابر بن فاران. هذه نتيجتنا لندائنا الأول للمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط. مسافتنا المقررة لهذا السن وهذا المحلي التاسع هي الخمسة كيلومترات. متمنين للجميع التوفيق. الله، نعود، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة والمقدمة. الأمور تسير من صالح نوف، تروح مع نوف، نعم تسير من صالح نوف. الله، يلا يا راعي نوف، يلا يا مضمر نوف. نوف هي من تتواجد على المركز الأول. الله، روحت لأجل الناموس لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني حمد بن عايض بن محمد بن حنزاب، من يضمرها ويعتني في متابعتها. الله، يلا يا بن حنزاب، يلا يا بن حنزاب، اخوانك العمالقه ايضا متواجدين معاك في هذا الشوط. يا سلام يا سلام. ننتقل للمركز الثاني ومن تتواجد سحابة، سحابة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد آل ثاني فهيد بن علي بن سلعان، من يتابعها في التضمير. يا مرحبا بمدى، وصلت مدى، هي من تتواجد على مستوى المركز الثالث. الله الله الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه مدى تعود ملكيتها لهجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، من يقودها في التضمير. الله، يا سلام يا سلام، سلام يا سلام. هذه المقدمة وهذه الثلاثة المراكز الأولى. هنا مدى هي من تتواجد على المركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع والوصول والتقدم هنا من الكايدة تعود ملكيتها لهجن الشحانية سالم بن جابر بن فاران، من يضمرها. وعلى المركز الخامس، المركز الخامس ومن تتقدم فيه، هذه ملاحة، الملاحة، الملاحة تعود ملكيتها لهجن الشحانية تضميرها أيضا مع سالم بن فاران المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل لهذه المراكز الخمسة الأولى في ندائنا الثاني. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى نوف، نوف نوف، واسمها من ثلاث حروف، نوف
آه يا نوف، آه يا نوف، وصلوا لا وصلت وصلت وصلت، وصلوا العمالقة يا راعي نوف، يا مضمر نوف، يا سلام يا سلام، هذه نوف من تتواجد مع المركز الأول، تعود ملكية نوف لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر بن جاسم الثاني، حمد بن عايض بن حنزاب، من يقودها في التضمير؟ يا بن حنزاب يا بن حنزاب، خلك ماخذ الاحتياط، الوصول والقدوم هنا من الشعار الأدعم الكبير اللي له جماهيره، له محبينه، له مشجعينه، له مؤازرينه، هذا الشعار الأدعم شعار مؤسسة هجن الشحانية، من يتواجد مع مستوى المركز الثاني ومع الكايدة هنا لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يقودها في التضمير المركز الثالث من الجانب الأيمن سحابة لسعادة الشيخ جاسم بن سعود بن فهد الثاني فهيد بن علي بن سلعان، من يضمرها ولكن هنا على المركز الرابع ومن تتقدم هنا الملاحة لهجن الشحانية مع سالم بن فاران في التضمير والمركز الخامس اللي وصلت في أول نداء لها منصب 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 لهجن الشحانية وتضميرها مع محمد بن خالد العطية، هذا هو ندانا، شوف التجاوز يا مشاهدين قناة الريان، الله شوف التسلل، شوف التسلل، وهذه الرياضة اللي يسمح فيها بالتسلل، هذا هو التسلل الملحوظ، شاهدناه قبل لحظات مع الكايدة، مع الكايدة اللي كادت جميع من يشارك معها، نعم هي الكايدة، هي الكايدة لأجل هذا الناموس، هي الكايدة وصاحبة هذه الكلمة، هذه الكايدة تعود ملكيتها لهجن الشحانية، تضميرها مع سالم بن فاران المري، الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، ماذا أنت فاعل يا بن فاران، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، لديها الاحتياط الكبير، ستشاهدونها بإذن الله في قادم مهرجان سيد الأمير، بإذن الله في الشهر القادم، الله هذه الكايدة ما شاء الله، هنا مشاهدينا الكرام تتجفل من الجمهور، ما شاء الله تبارك الرحمن، بكل أريحية تصل وتثبت ثبات الجبال السود، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز الكايدة وتحقيقها بالمركز الأول المركز الثاني، تصل على المركز الثاني منصب لهجن الشحانية، المركز الثالث وصلت فيه هقوة لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني، المركز الرابع نوف لسعادة الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر آل ثاني، أما المركز الخامس اسطنبول لهجن الشحانية، هذه النتيجة مشاهدينا ومستمعين الكرام، نعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول الكايدة وعرضها الجميل واحتياطها الذي شاهدناه جميعا عندما أصدرت عليها التعليمات الطفيفة، نعم مشاهدين الكرام احتياط ملحوظ ما شاء الله تبارك الرحمن، 7:39، 5 أجزاء من الثانية، هذا هو توقيت الكايدة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنية موصولة لمضمرها سالم بن فاران المري، أما المركز الثاني 7:42 بالوفاء والتمام، هذا هو توقيت منصب لهجن الشحانية، تهانينا والناموس، الثانية موصولة لمضمر منصب محمد بن خالد العطية، المركز الثالث 7:42 بالوفاء والتمام. إذن المركز الثاني كانت الملاحة لهجن الشحانية، بينما المركز الثالث هي منصب، تهانينا.